بس عندي واحد حج قبل سنتين وما طاف، لا طاف ما طاف لا قدوم ولا الإفاضة، يعني ما أدري إيش عليه. تفضل يا شيخ. القدوم لا بأس، القدوم ما هو لازم تطوع، لكن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج فلا بد أن يأتي به، لا يتم حجه إلا به، فيلزمه الرجوع إلى مكة والإتيان بطواف الإفاضة والسعي بعده إذا لم يكن سعى بعد طواف القدوم، يسعى بعده، وإذا كان حصل منه جماع في هذه الفترة فيذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء. نعم.